أنا مغمض. توفيق الخليفة سيختلف على هدف سالم الدوسري بالأهلي هلالي لأنه صحيح. أنا أختلف يعني أنا أعتقد أن الهدف الأفضل كان هدف المهم هدف بالهلال مهم مش هدف للهلال هدف في نادي النصر أي واحد لا 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 في نادي النصر هدف اللي هدف الفيحاء التعادل في نادي النصر طريقة اللاعب العرضية الارتقاء الماجدي يعني. وضع الخامس أقصى الزاوية اليسرى من وليد عبد الله خلينا نشوف نحن هذا بالنسبة لك هذا أجمل هدف هذا أجمل هدف هدف الفيحاء التعادل في نادي النصر نعم عمار أنت اخترته ويليه يعني مباشرة هدف هدف سالم الدوسري الترنيدي الرابع يعني هدف سالم وهدف كارلوس جونيور اثنيناتهم متشابهين مصطفى هدف سالم جملة تكتيكية بين سلمان لكويلار كويلار لافيتو بعدين لبيريرا بعدين الحركة اللي عملها سالم ما بيعمل إلا لاعب كبير مصطفى طريقة الدريبلينج كيف نيمه للاعب الأهلي هذا الفرق انت نصراوي بس مش متعصب هداك نصراوي متعصب وحتى كارلو جونيور هدف رائع هدف الشباب كمان رائع والله مو تعصب لا والله شوف الهدف اللي اخترته الهدف اللي اخترته الفيحاء في نادي النصر مظبوط أنا أقصد طريقة الهدف جمال الهدف ارتقاء اللاعب وضعه الكره في 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 اقصى الزاويه اليسرى لوليد عبد الله هدف يعني هدف انا مقهور عليه لكنه هدف جميل الحقيقه